العلامة البيئية التي تعتبر إقراراً دولياً من طرف المؤسسة الدولية للتربية البيئية، ووطنياً من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء، بجودة شاطئ الصويرة على مستوى جودة مياه السباحة، نظافة الرمال، التجهيزات والخدمات الأساسية، تنظيم وتنطيق الأنشطة البحرية والشاطئية، الولوجيات، التشوير. 2005 استطاعت مدينة الصويرة أن تثبت وفاءها والتزامها بتعهداتها ذات الصلة بتثمين وصيانة وتطوير محيطها الساحلي. مقاربة تشاركية تدمج مختلف الفاعلين مجسدين في السلطات المحلية. واحد النهار كان يتكلم مع الفسيفة تصنت الكلام أي مرة على روح كان يهمس ويتكلم معه بكل حنان، كان يقول